الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم واختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وطعن في دين الله لأنهم نقلوا لنا الدين، وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليله، وطعن في الصحابة، وهذا أمر واضح. لا يمكن لأحد أن يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، وكل من طعن في الصحابة نسأله، نقول هل أنت من الأنصار؟ لابد يقول لا، الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إليه. ونسأله أيضا هل أنت من المهاجرين؟ لابد يقول لا. فنقول له ونحن نشهد أنك لست من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشعبي رحمه الله تعالى قال: